الله تبارك الله اسلام يعني الحمد لله طول الحي شغل على مستوى فعلا يعني اكثر من جميل الله يعزك يعني الواحد بيقول 10 10 بقول كمان لله لكن كان يقول والله اكثر من 10 10 ما شاء الله تبارك الله انا اتشرفت جدا بمعلم معاكم والله بالعكس احنا كمان اكتر اتشرفنا بك يا اسلام وكنا عارفين ممكن حد يجيب التفاصيل بالدقه كويس كنا الفكره كانت صعب تنفيذها في الاول لكن والله معاك قدرنا ناخذ فرصه حتى معنوي انه نكمل لا ما انساش انا الناس الحلوه.